معنا من رأس الناقورة براسلتنا دارين الحلوة. دارين بادئ ذي بدء، كنا تحدثنا عن الحدود البحرية التي تقفين بالخلف منها، بالطبع بالخلف منك أنت، لكن ما المتداول أيضا عن مسألة الحدود البرية وأفاق التوصل في المفاوضات القادمة إلى حلول لها؟ صحيح، ذكرنا في رسائل سابقة أن هذه الحدود أو النقاط التي وضعتها إسرائيل كعلامات لحدودها البحرية غير معترف بها لبنانيا، لكن مع امتداد المياه باتجاه الشاطئ أو اليابسة هناك أيضا نقاط حدودية برية متنازع عليها، عددها 13 نقطة برية متنازع عليها، من بينها نقطة تبعد يعني عشرات الأمتار عن المكان الذي نتواجد فيه، وامتنعت إسرائيل عن إقامة الجدران الإسمنتية عند هذه النقطة حتى لا يتحول هذا الأمر إلى خلاف كبير بين الجانبين. لكن الخلاف على النقاط البرية أيضا يمتد ليشمل مزارع شبعة، لكن هناك أعتقد أن الأمور ستكون أكثر تعقيدا لأن ليس هناك من خرائط تحدد هذه المنطقة، وهي خرائط ينتظر الحصول عليها من الدولة السورية قبل الحديث عنها أو وضعها على طاولة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، المتوقع أن تنطلق في منتصف الشهر الجاري برعاية أممية ووساطة أمريكية. نعم. يعني النقاط البرية يمكن التوصل إلى النقاط 13 التي تحدثنا عنها، يمكن التوصل إلى حل بشأنها، لكن الأزمة الكبرى ستكون بمزارع شبعة والحدود المتنازع عليها في هذه المنطقة المتعددة الحدود. نعم، إذن كانت معي من رأس الناقورة مراسلتنا دارين الحلوة.